سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة أخي في الإنسانية الملحد. أخاطب كل إنسان تأثر بالملحدين، كل إنسان بحث عن أسئلة أو أجوبة لأسئلة في دماغه لم يجد لها جوابا، كل إنسان حائر يسأل لماذا أنا موجود هنا، لماذا الأديان هكذا، لماذا الإسلام دائما نجد فيه الحروب والعنف والقتل وغير ذلك، السبي، أسئلة كثيرة وكثيرة جدا تدور في عقول بعض الشباب اليوم الذين استمدوا مصدر ثقافتهم من الملحدين وليس من مصادرها الأصلية، أي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو القضاء والقدر. أول شيء يفقده الإنسان عندما يتبنى نظرية الإلحاد هو القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة هو ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. طيب، لماذا جعل الله الإيمان بالقضاء والقدر شيء أساسي ومن ينكره ينكر الإيمان كله؟ يعني أنت عندما تنكر أن الله سبحانه وتعالى قدر علينا كل شيء أنت تنكر وجود الله، لأن خالق الكون هو القادر، هو المقدر، هو المقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فعندما تنكر التقدير وتنكر قدرة الله في الكون كأنك تقول إن الله لا يعلم ماذا سيحدث غدا، بل إنك تقول إن الله يخضع للزمن مثل المخلوقات، نحن لا نعلم لماذا، لأن الفاصل بيننا وبين الغد هو فاصل زمني، الله تعالى لا يخضع للزمن، فهو لا ينتظر ماذا سيحدث غدا أو ماذا سيحدث يوم القيامة. لا، الله عز وجل الزمن بالنسبة له مخلوق، هو يرى الزمن، يرى الماضي ويرى الحاضر ويرى المستقبل. لذلك عندما نقول إن الله كتب علينا أعمالنا لا يعني أنه أجبرنا على فعلها، بل يعني أن الله يرى هذه الأعمال في المستقبل لدرجة أو بنسبة 100%، يراها بنسبة 100% لدرجة أنه وكأنه كتبها وهي مكتوبة بالفعل. يعني أنت عندما تعلم غدا لديك محاضرة في مادة الرياضيات وتأكدت بنسبة 100%، وطبعا البشر لا يستطيع أن يتأكد، ولكن أنت تستطيع أن تكتب غدا ستقام محاضرة في كذا الساعة كذا. طيب، هذا الأمر بالنسبة لله عز وجل، أيعجز هذا الإله العظيم أن يعلم ماذا سيحدث بنسبة 100%؟ لا يعجز. وبالتالي أحبتي في الله، فإن الإنسان المؤمن عندما يدرك هذه الحقيقة يرتاح نفسيا. هذه الراحة النفسية يفقدها هذا الإنسان عندما يدخل في نفق الإلحاد. يعني عندما تدخل في جو من الإلحاد وتتبنى قوانين الإلحاد، حقيقة سوف تفقد ميزة مهمة هي ميزة الإيمان بالقضاء والقدر، لأنك ستعيش في مجموعة من العقد، كلما أصابك شيء تقول لو أنني فعلت كذا لم يصبني كذا، أصابك مرض
تقول لو أنني لم أذهب إلى فلان لم أصب بهذا المرض، مرض معدي مثلا. خسرت تجارة معينة تقول لو أنني لم أفعل كذا لما خسرت هذه التجارة، إلى آخره. ستعيش في زوبعة من العقد النفسية، وستكون حياتك كئيبة جدا. وهذا بالفعل ما يعاني منه الملحدون، لأنهم كثيروا الحساب، يحسب كل شيء ولا يأخذ إلا ما قدره الله له. إذن أيها الأحبة، موضوع القضاء والقدر هو دليل على صدق الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة جاء في بيئة جاهلية تعبد الآلهة، كل مجموعة لها آلهة، وهذه الآلهة تتصارع، وهناك آلهة أقوى من آلهة، هناك آلهة للشمس، للريح، للجبال، آلهة للخير، آلهة للشر. هكذا كان العالم في القرن السابع الميلادي، والعرب كان لهم آلهتهم الخاصة، وكانوا يؤمنون بوجود قوة عليا يسمونها الله عز وجل، هي التي تتحكم بهذه الآلهة، فيعبدون هذه الآلهة ليتقربوا للإله الأكبر أو للقوة العليا. لذلك تجد أن لديهم الزنا، الفواحش، شرب الخمر، وأد البنات إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أي على ذل، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هكذا كانوا يحكمون أيها الأحبة، البنت تدفن لأنها عار على أهلها، والذكر يكون يعني مثار إعجاب، وهو وسيلة للقوة، ووسيلة أن كان ذا مال وبنين، كثرة البنين وسيلة للقوة والفخر. طيب في ظل هذه الظروف جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تقولون صنع دينا لنفسه، المنطق العلمي يقول أن هذا النبي الكريم من الأفضل له والأسلم أن يوطد علاقته، علاقاته مع صناديد قريش، ثم يحصل على الملك أو على السلطة، يحصل على النساء الجميلات. بالعكس، إذا كان الزنا مباح يبيحه أكثر لكي يرضوا عنه. يعني اليوم رجال الأعمال، اليوم أيها الأحبة، رجل الأعمال عندما يريد أن يرشح نفسه في منصب أو كذا، يدرس ميول المنطقة التي هو فيها، ميول الناس هناك، يميلون للشذوذ الجنسي مثلا، كما في بعض مقاطعات فرنسا نجد أن هذا النائب أو الذي يريد أن يرشح نفسه نائبا عن البرلمان أو الشعب يقول أنا أدعم حق المثليين في الزواج والعيش والكذا والحماية والحقوق، لماذا لينجح؟ واحد آخر في بيئة أخرى مثلا فيها تنتشر مصانع الخمور، يريد أن يغازل أو يجامل أصحاب هذه المصانع، فيقول لهم أنا سأصدر لكم ترخيص بدعمكم وكذا وكذا، لكي يكسب ود هؤلاء. لأن الإنسان معروف إذا أراد أن يصنع إذا أراد السلطة والمال والنساء عليه أن لا يصطدم مع الناس، لأن أي اصطدام مع الناس ستخسر كثيرا. طيب أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام منذ أول لحظة بعث فيها دعاهم إلى لا إله إلا الله، حتى قالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إذا إن هذا لشيء عجاب. فكان شيء عجيب أن أمرهم أن يرفضوا عبادة الآلهة وعبادة الحجر، ويعبدوا رب البشر ورب الكون سبحانه وتعالى. دعاهم لكلمة هي لا إله إلا الله، سبحان الله. فهذا النبي الكريم واضح، واضح تماما أيها الأحبة، من أول لحظة اصطدم مع
المفاهيم الراسخة المتأصلة وجدوا آباءهم عليها منذ مئات السنين اصطدم مع هذه المفاهيم. طيب هذا الأمر أحبتي في الله يدلك على أن هذا النبي صاحب رسالة وصاحب مبدأ. أكثر شيء كانوا يقدسونه الخمر والنساء، أمرهم بترك الخمر وترك الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هذه الصدامات ولدت عداء لديهم فأرادوا قتله، لذلك هاجر إلى المدينة. طيب هذا النبي جاء بمفهوم جديد هو القضاء والقدر. طيب هل هو الذي اخترعه؟ يعني أنا أود أن تسأل نفسك أخي الملحد، هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اخترع مفهوم القضاء والقدر؟ وماذا سيقدم له في دعوته؟ ماذا سيقدم له ليحصل على النساء؟ يعني إذا رسخ لديهم مفهوم أن الله قد قدر كل شيء، يعني هذا سيدعمه في مسيرته للاستيلاء على الجزيرة العربية وللسيطرة والحكم والمال وكذا. يعني نفكر بمنطق فقط أيها الأحبة. مفهوم القضاء والقدر أحبتي في الله مفهوم مهم جدا وضروري أن نؤمن به. إذا فقدت الإيمان بالقضاء والقدر ستتحول حياتك إلى جحيم حقيقي. أول ميزة تحظى بها عندما تؤمن بالقضاء والقدر أنك ترتاح نفسيا في حالة الكوارث والمصائب والشدائد والمشاكل التي تصيبك، ونحن الآن بخاصة في هذا العصر أحبتي في الحروب، نقص الأموال، الأنفس، الثمرات، الأمراض، الأوبئة، الضغط الإعلامي القوي والضغط النفسي الذي نعاني منه. في العالم هناك أكثر من 300 مليون إنسان مصابون بالاكتئاب يتلقون علاجا من الاكتئاب، يعني كل سنة 700,000 يموتون منتحرين ينهون حياتهم. عالم الحياة فيه تتطلب الإيمان بالقضاء والقدر. فأنت عندما تقول لي اترك الإسلام وادخل في طريق الإلحاد، طيب ماذا ستقدم لي بديل عن القضاء والقدر؟ لا شيء، أنت ستموت وتتحول إلى تراب. طيب ماذا أفعل في حالة أنه أصابني كارثة؟ يقول لك أنت حل مشاكلك بيدك. طيب هناك ملايين الضعفاء حول العالم لا يستطيع، ليس لديه وسيلة لأي شيء، مستضعف. يقول لك هذه ليست مشكلة الطبيعة، الطبيعة خلقتها كهكذا فقيرا معدما مظلوما وتحمل. طيب هذا ليس حل أيها الأحبة. أنا الآن مثلا أعاني من مرض، أتألم، هذا الألم حقيقة يعني عندما أعلم أن الله قدر علي هذا المرض وأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرفعني به درجات عنده إن شاء الله. طبعا نحن لا نستطيع أن يعني نعلم الغيب، ولكن نتمنى أن يكون هذا المرض، وحبيبنا أبلغنا بذلك، يعني حبيبنا أخبرنا أن الله إذا أراد أن يبلغ عبدا منزلة عالية عنده لا يبلغها بعمل يبتليه بما يكره، قد يكون مرض أو ظلم أو فقر أو غير ذلك أو أذى، حتى يبلغه هذه المنزلة العالية في الجنة. فأنا أعلم أن الله عز وجل أراد أن يبلغني منزلة عنده فأصابني بهذا المرض، وأعلم أن الشفاء لا يكون إلا بيد الله، الأطباء هم وسائل، الأدوية هي وسائل، كلها بيد الله أيها الأحبة. قد يهيئ لك الدواء ويهيئ لك الطبيب المناسب، وقد تدخل في نفق
وتدفع الكثير وتتكلف الكثير ولا تجد العلاج. سبحان الله. عندما أدرك، يعني دققوا أيها الأحباء، عندما والله أنسى ألمي. طيب، إله كريم يريد أن يبلغك منزلة عالية، ألا تتحمل قليلا هذا الألم؟ نعم أتحمل، لأن المنزلة التي أعدها الله عنده لهذا العبد المبتلى منزلة عالية جدا، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني شيء لا يتصوره عقل. وبالتالي تهدأ وتخشع وتقول الحمد لله، وتقول كما قال سيدنا يعقوب فصبر جميل، وتشعر بطمأنينة، وبالتالي أنت تساعد جسدك على الشفاء. لماذا أيها الأحبة؟ الإنسان عندما يغضب وينفعل ولا يرضى عن واقعه، لا يرضى عن مرضه، يعتبر أنه تعيس، هذا الإحساس يدمر النظام المناعي. إحساس التفاؤل ينشط النظام المناعي. أنا عندما أتفاءل أن الشفاء قريب وهو بيد الله، وأن هذا البلاء سيزول قريبا وسيرفعني الله به، ابتلاني الله ليرفعني به درجات عنده، ليطهرني من ذنب عظيم، ليطهرني من ذنوب، ليرفع درجاتي عنده، عندما أعلم هذه الحقيقة أيها الأحبة والله سأرتاح كثيرا، وستجدني يعني كمية صبر كبيرة جدا، لدرجة أنني أنسى هذا الألم. أنا أنسى الألم، أنا أقول لكم فعليا أيها الأحبة مع العلم أن الله يهيئ لك أسباب الشفاء أيضا، يعني بالصدفة تصادف شخص تشكو له هذا الألم، قد يكون جرب علاجا معينا وتجد فيه الشفاء، قد يسوق الله لك طبيبا بشكل غير متوقع فيكون الشفاء على يديه، قد يكون الشفاء بمعلومة تجدها على الإنترنت أحيانا، قد يتم الشفاء هكذا، لأن الجسم لديه آلية للشفاء، آلية ذاتية للشفاء. فأنت عندما تحمل الهم ولا تؤمن بالقضاء والقدر وتتحسر وهكذا، أنت تعيق عمل النظام المناعي لديك، وبالتالي هذا النظام المناعي يفشل في مواجهة المرض. عندما يفشل هذا النظام المناعي أيها الأحبة في مواجهة هذا المرض، ما الذي يحدث؟ تزداد ألما، بينما الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر يجعلك أكثر تفاؤلا. وقلنا إن أكثر ما يعزز وينشط النظام المناعي هو التفاؤل. سبحان الله. وهكذا أخي الحبيب، الإيمان بالقضاء والقدر يساعدك على الشفاء، يساعدك على حل المشاكل وتحمل الظروف الصعبة، يساعدك على تحمل الأذى، يساعدك على أن يعني تعالج مشاكلك بطريقة هادئة ومريحة، وتتجنب الانفعالات النفسية، لأن الغضب أكبر مدمر للقلب. كيف أتغلب على الغضب؟ إنسان مثلا أصيب بحادث نتيجة خطأ سائق، سيبقى هذا الملحد الذي يتبنى قوانين الإلحاد طوال عمره، وقد أصابته عاهة مستديمة بسبب هذا الحادث، لو كان ملحدا طبعا الذي أصيب بالحادث، سيبقى طوال عمره يتحسر لماذا ركب مع فلان، لماذا سلك هذا الطريق، لماذا، وتبدأ هذه الحسابات، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. أما المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر تجد أنه مرتاح نفسيا، يرضى بقضاء الله، وهذا يساعده على الشفاء. لذلك في الخارج نحن نشرنا دراسة، قلنا إن الإيمان بالله يساعد على الشفاء، وهذه دراسة يعني أصبح العلماء يستعملون الإيمان بالله لكي يعالجوا الأمراض المستعصية مثل السرطان، لأن سرعة الاستجابة للعلاج تكون أكبر في ظل الإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر. إذن أحبتي في الله، ملخص هذا اللقاء، عندما تدخل في نفق الإلحاد تخسر ميزة مهمة، هي ميزة الإيمان بالقضاء والقدر التي تساعدك على تحمل الظروف الصعبة.
يعني الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر هو أشبه بسلاح بين يديك، بنظام مناعي إضافي. أنت لديك نظام مناعي، لديك نظام مناعي آخر هو الإيمان بالقضاء والقدر، تتغلب فيه على المشاكل النفسية والأمراض والهموم وضيق الرزق والإصابات وغير ذلك وأذى الناس. وبالتالي عندما تدخل في الإلحاد تخسر هذه الميزة. لذلك أنا أحب أن أبقى على الإيمان وأتمتع بالميزات الكثيرة التي منحني إياها الإسلام، بينما الإلحاد أنا حقيقة درسته نقطة نقطة وكلمة كلمة، لم أجد فيه ميزة واحدة حتى الآن، ولا ميزة إلا اتباع الشهوات التي تنتهي أيضا بالأمراض. اتباع الشهوات واتباع المال وكذا والدنيا وتنتهي بالأمراض والمشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.